السلام عليكم، محمد سلاوي منسق جهوي لبرنامج فرصه في الحاضنه كليفر في الجهه ديال فاس مكناس. اليوم حنا كنتواجدوا في اللقاء الجهوي ديال برنامج فرصه اللي كديروا الحاضنه ديالنا الفائده ديال المشاركين في برنامج فرصه. في هذا اللقاء كاين مجموعه ديال المشاركين ديال البرنامج اللي ومازال ما وصلوا للمرحله ديال التمويل، ولكن راهم في اطار المرحله ديال المواكبه. كان البرنامج كيعاونهم باش يطوروا المشاريع ديالهم. في الاول كان واحد الانتقاء، هادو الناس اللي تقبلوا مبدئيا في البرنامج عن طريق واحد اللجنه ديال الانتقاء. كانت واحد الصعوبه في الاول باش نختاروا هاد المشاريع نظرا للكفاءات العاليه اللي عندنا في الجهه والناس اللي يقدروا يستافدوا من البرنامج. لهذا تختاروا الناس الاولى ديال اترافير غير ديك الاستماره اللي تعمروها في الاول. من بعد كان واحد لونتروتيان، واحد اللقاء مع الكونديدا فين كنتعرفوا عليه على البروفيل ديالو وعلى المشروع ديالو. من بعد دازوا المرحله ديال التكوين عن بعد، هي واحد المرحله اللي كيتلقاو فيها مجموعه ديال الدروس عن بعد، وحنا كنواكبوهم في هذه المرحله هذه فين كيستافدوا من الناحيه الشخصيه دي سوفت سكيلز وامور اللي هي تقنيه اللي عندها علاقه مع المشروع ديالهم. من بعد المرحله ديال التكوين كيكونوا مجموعه الاختبارات، كاين اللي نجح المرحله ديال التكوين وداز المرحله اللي موراها اللي هي هذه المرحله هذه المرحله ديال المواكبه، فين هاد الحاملين ديال المشاريع كنواكبوهم باش كيجمعوا الوثائق ديالهم وكيأسسوا الشركات والمشاريع ديالهم. من بعد هاد التأسيس كندوزوا للمرحله ديال التمويل، فين الحاملين ديال المشاريع كيقدروا يستافدوا من البرنامج، ياخذوا التمويل ديال 100000 درهم ديال برنامج فرصه اللي داخله فيها 10000 درهم سوبفونسيون و90000 درهم ان بري دونور. ديك الساعه كنتمنوا كل التوفيق ديال الحاملين المشاريع، وان شاء الله غادي تكونوا فرص وحده اخرين الناس اللي ما قدروش يستافدوا معنا هذه السنه هذه. كاين فرصه وكاين مجموعه ديال المشاريع وحده اخرين اللي يقدروا يستافدوا، مجموعه البرامج اللي يقدروا يستافدوا منها. من بعد ما هاد الناس هادو يستافدوا من البرنامج غادي تكون واحد المرحله نهائيه اللي هي واحد التتبع ديال سنتين. فهاد السنتين يكون واحد التتبع اللي هو معمق مع المشاريع فين كنشوفوا العوائق اللي كيواجهوها، خصوصا فاش كيطيحوا في السوق تما فين كنعرفوا المشاريع اللي غادي نجح وكنواكبوا بطريقه افضل المشاريع اللي كتلقى واحد الصعوبات. ومن هذا المنبر هذا كنشكر جميع الجهات اللي ساهمت في نجاح هذا البرنامج، وعلى الراس ديالهم جلاله الملك والحكومه ديالو اللي قاموا بهذه المبادره هذه واللي عاونوا مجموعه ديال الشباب سواء في البرنامج فرصه ديال النسخه الاولى ديالو ولا في النسخه هذه اللي جاريه حاليا، اضافه لجميع الجهات اللي ساهمت في الانجاح ديال البرنامج خصوصا في الجهه ديال فاس مكناس في المغرب عامة. السلام عليكم، معكم مدام سكينة الخضيري ستيليست موديليست. دونك كما كتشوفوا المستفيدين ديال الفرصه استفدت بزاف ديال الحوايج من الفرصه، سورتو لا فورماسيون اللي كيديروا لنا، لانكوباسيون، بزاف ديال الحويجات. عطاتني لوبورتونيتي باش نكري لا سوسيتي ديالي ولا لا مارك ديالي اوبولونسيا باي اسكا كما كتشوفوا. دونك هادو لي موديل ديالي، كنصوب جليلبات، كنصوب دي كافتون، دي كيمونو، هادو دي كافتون، موديل دو كافتون، كنصوب ميم دي كيمونو كما كتشوفوا. هما كيكونوا تراديسيونيل وكتدخل فيهم واحد لاطوش مودرن ضروري، اي بوي كنصوب حويجات حدا اخرين اللي بحال دي شوميز دي بونطالون اللي كتكون داخل فيهم اون توش ديال المغرب بحال خدمه المعلم ايتو. السلام عليكم، معكم جواد بوحيادي، مستشار في رياده الاعمال. من خلال صراحة المواكبة ديالي والانخراط ديالي في هذا البرنامج ديال فرصة لهذه السنة، صراحة الجهة ديالنا كتزخر بحاملي مشاريع تبارك الله اللي هما مثقفين، عندهم كفاءات وعندهم دبلومات، عندهم تجارب كبيرة. كاين منهم اللي خلى السالاريا ديالو ورجال المقاولة. صراحة تحدي عندهم كبير في الجهة ديال فاس مكناس، ديما كنقولها لهم وديما كنقولها لجميع المقاولين، إلا نجحتي في الجهة ديالنا فاس مكناس وبالخصوص في مدينة فاس غادي تنجح في المغرب كامل، ما نخافش عليك فين ما مشيتي. اللي غادي نقدم دابا غادي نقدم واحد النصيحة لهاد الناس هادو، لأي واحد دخل لعالم المقاولة كنقول ليه صبر، خصو يصبر، هادشي صعيب. يمكن السالارية تبان لك مريحة أكثر على المقاولة وفيها فلوس أكثر من المقاولة في البدايات ديالها، ديما كنركز على البدايات ديالها، يعني من بعد كتكون الفلوس الحمد لله، يعني في البدايات ديالك صبر، نسى الحياة الشخصية ديالك، نسى هاد المسائل هادي، ضحي باش تنجح المقاولة ديالك.
وديما سبق المشروع ديالك. المشروع ديالك بحال شي ولد صغير، بحال ولتي ولدك صغير كتضحي عليه وكتصرف عليه على حساب راسك، هذيك هي المقاولة ديالك. دونك صبروا وتابروا وطرقوا جميع الأبواب والله يسهل عليكم. المقاولة صعيبة ماشي سهلة، ولكن الثمار ديالها كبيرة بزاف. والله يسهل عليكم والله يسهل على الجميع في الجهة ديالنا فاس مكناس، وتبارك الله عليكم. السلام عليكم، أمينة معو، مستفيدة من برنامج فرصة سنة 2022 عن مركز التكوين في اللغات والإعلاميات. تنشكروا الناس اللجنة التحضيرية لهذا ليفينمون ريجيونال على صعيد جهة فاس مكناس وعلى الدعوة ديالهم لينا، وبصراحة ليفينمون دازت زوينة وكل معلومات، وتقسموا معنا الناس الخبرات ديالهم وشنو الحلول اللي يقدروا نديروها وشنو لي بروجي اللي خاصهم يداروا اكسيتيرا. اللي بغي نقول للشباب انهم خاصهم يجربوا ويدفعوا، ما يبقاوش جالسين ويتسناو انهم غيتصدفوا، يدفعوا ويديروا بروجي ديالهم. وراه كاين برامج اللي قدام، وصراحه ما لقيناش كاع صعوبه برنامج فرصه اللي هما تيتعاونوا معك في الدوسي من هو التالي. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.